لوح هوفربورد هو نوع من سكيت بورد كهربائي بعجلتين كبيرتين. هو من الأكسسوارات الرائجة جدا خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، رغم القلق المثار حول عدم توازنه أو خطورة بطارياته. وهوفربورد ليس سكيت بورد الطائر الذي ورد في فيلم باك تو ذا فيوتشر، إلا أن التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة سمحت بجعل هذا اللوح وسيلة تنقل خفيفة يبلغ وزنها 11 كيلوغراما وفعالة، إذ أنها تسير بسرعة 20 كيلومترا في الساعة تقريبا. من السهل جدا أن نبيع هذا النوع من البضائع، الجميع يتهافت لشراء الهوفربورد. كل ما أحرص عليه هو التأكد من سلامة الزبائن عند قيادتها، إنها تباع بسهولة. إلا أن هذا الأكسسوار يثير بعض القلق، فبعض المدن تعتبر أن الهوفربورد خطيرة على الأرصفة وتشكل خطرا على مستخدميها أيضا، فقد منعت مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية والجامعات في كاليفورنيا وبلدية نيويورك استخدام هذه الألواح بسبب المخاطر على السلامة واستحالة تسجيل هذه الأجهزة. وثمة انتقادات أيضا لنظام شحن البطاريات، مع حوالي 10 شهادات تشير إلى اندلاع حرائق في الألواح في الولايات المتحدة. وصادرت السلطات البريطانية من جهتها 15,000 لوح هذه السنة بحجة أن نظام شحنها قد يكون خطرا.